Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous donne la recette des mini pains. Rani nouwelkom plusieurs recettes al khbabs. Inchallah ou dakhl alina chahr Ramadan, inchallah yedkhlna bsaha w lhana. Alors, chouffou maya la recette. Hna عندي farina, عندي 500 g ta farina, rtl farina. Ou la tahbi diri bel kas, diri le kas li yerfed 200 hatta 220 ml. Diri 4 kisan, ma3marin hatta le fouq w mmsouhin. عندي 10 g ta el melh. عندي khmirat el khobz, ndirou mghirfa ta makla. هكذا تاع خميره الخبز ونزيد مغرفه تاع ماكله تاع السكر ونديرو زوج مغارف كبار تاع الزيت انا نخلط شويه ونطم بالحليب يكون دافيه هنا عندي 250 مليلتر تاع الحليب ولا يخصني نزيده الملح نخليه يتعجن زوج دقائق ومن بعد نحطوا الملح تاعنا اللي قلنا 10 غرامات هنا الخبز تاعي ما يسحقش بزاف العجين نعجنوه لوتو 5 دقائق انا شوفوا صبتي خصلوا هنا الحليب نزيدوا له نحط بشويه بشويه ونشوفها لازم تكون عندي اون بات طريه فوالا لازم لاباط تاعي تكون بيان مشمخه دوك هكذا نخليه يتعجن زوج دقائق ومن بعد نحطوا الملح تاعنا هنا العجين تاعي زوج دقائق هو يتعجن هنا دوك نحط الملح اللي قلنا 10 غرامات ونزيد نخليه يتعجن 3 مينوت واحد اخرين لو تو 5 دقائق فوالا هنا شوفوا لاباط كيفاش تكون تجي طريه هنا جازو 5 دقائق هو يتعجن شوفوا لا بات تاعنا تجي طريه هي تجي إلاستيكا دوك هكذا نحطها في ريسيبيون ونخليها تخمر لو ريسيبيون تاعي داك لو شاز زيت فوالا دوك هكذا كي تخمر نقول لكم ان شاء الله شوفوا العجينه كيفاش خمرت الله يبارك دوك هنا ندي غازي ما بات ندير شويه فارينا سور لو فون دو طراي ما نكترش هنا نحبط بيان الهواء اللي في العجينه ديالي هنا نزير نغلق مليح هنايا راني ندير خبز الباكيطا هنا نقطعو على زوج باش يجيني ساهل فوالا هنا نزيد نرقو شويه الفتحه ديروها من تحت نسي نسقمو مليحة لازم الفتحة هاديك نغلقها مليحة فوالا والفتحة نديرها من تحت فوالا هنا شوفو نحكم هذا موسونجيلات انا توجور نستعمل هدايا نشري ان باكي نخدم به الخبز تاعي ندير فتحات شوفوا نحكم بكوبات ونقطع نديرهم دي ميني بان
الخضره ونجيب البلاطو تاعي. تحبوا ديروا بابي كويسون، تحبوا ديروا فارينا كيما تحبوا. ونرفد الخبيزه تاوعي نزيد ندير لا دوزيام. الفتحه غلقوها مليحه. الفتحه تجي من تحتها وندير قطعات. كوبات ونقطع. فوالا ونجيب البلاطو ديالي. هنا عندي انف ودات له شويه حليب. الفوق تاعي راني شعلته على 190 درجه مئويه. طون دو كويسون ماكسيموم من 10 دقائق حتى 15 دقيقه. يوجدوا لي ميني بان تاعنا. لا تحبوا ديروا ججلان، تحبوا ديروا سانوتش، انا ندير السانوتش. دوك هكذا نخلي الخبز تاعي يخمر. كي يخمر نطيبوه في الفوق على 190 درجه مئويه. كي يوجد نقول لكم ان شاء الله. فوالا الخبز ديالنا لي ميني بان هنا وسخون هدا وخرجتو من الفوق. شوفوا طون دو كويسون كامل خدالي 15 دقيقه. كي جازو عليه 10 دقائق سبتها تحمرت من التحت، عاود طفيت من التحت، حبطت لو بلاطو تاعي تحتها وشعلت من الفوق. فوالا زدت لها 5 دقائق الوغ لو تو 15 دقيقه. شوفوا يتحمر لكم مليح. دوك هكذا راهو سخون، ما نقدرش نقطعه لكم بصح نقول لكم هو كيفاش يجي. شوفوا يجي بزاف هايل. شوفوا يجي خفيف، هو وسخون هكذا، هي دو بريفيرونس حتى يبرد. فوالا لا غوسيت دوجوردي لي درتها معكم لي ميني بان. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. اي كوم توجور نقولكم ولا تحبوا جديد ديروا جام، يجيكم جديد. على بروشان.